حقيقة أستاذ عبد الله، موضوع السياسة بالعراق للأسف الشديد مثل ما تفضل الأخ العزيز، لا وجود لمن يفهم السياسة بالشكل المثالي، ولا وجود لمن يعطي القلم كيف يكتب بالقلم موضوعة السياسة بالعراق ومن أين تؤكل الكتف، لكون أن السياسة العراقية للأسف الشديد لا يوجد لديها القرار الواحد الموحد لجميع الكتل السياسية أو لجميع الأطراف السياسية أو لجميع الفئات، منها رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، كل يغني على ليلى بتواجد الفرقاء الحزبويون شيعة وسنة وأكراد. خلينا نكون واقعيين، ليش احنا نتكلم بهاي الصيغة؟ اليوم القرار لما يكون موحد، القيادة الأمريكية والتحالف الدولي وجوده بالعراق مثل ما تفضل حضرتك بالسؤال أستاذ عبد الله، اليوم احنا لما هم العراق والحكومة العراقية شدت على أزرها واستقطبت وبقت على القوات الأمريكية باعتبار انه وجود داعش، هسه العراق قادر ان يكون، خلينا نفرض فرضية، هسه خلينا نكذب على نفسنا، خلينا نحكي واقع حال. ليش؟ لأنه اليوم السياسة العراقية هي من كذبت على الشعب العراقي، وهي من كذبت على كيفيات استراتيجيات البعد الأفقي المغيبة، لكون لا وجود لسياسة حقيقية مبرمة، ولا وجود لسياسة بإمكانها أن تزرع الثقة ما بين الشارع العراقي وما بين الحكومة العراقية. نعم. لكي تتقوى هذه الثقة وتقوم العمل السياسي وتقول كلمتها الفصل ضد الأمريكان وضد التحالف الدولي، ويكون العراق ذا شأن يحمي نفسه من الداخل، وباستطاعة العراق مثل ما تفضلت، باستطاعة العراق يمكن العراق يقدر يحمي نفسه من خلال الجيش والتواجد العسكري، لكن اللي احنا نطلب من القوات العسكرية والفصائل المسلحة التهدئة قدر المستطاع. ليش؟ لأن اليوم إذا ماكو تهدئة معناها سقوط حكومة عادل عبد المهدي، نفس حكومة محمد الشيوعي السوداني. ليش؟ وهم راح يتعرض البلد إلى ثغرات اقتصادية وإلى تفاوتات سياسية وإلى تلكؤات سياسية وعدم وجود جدولة حلول وتلخبطات من قبل أمريكا تتدخل من جهة، إيران تتدخل من جهة، تركيا تتدخل من جهة، وهذولاك يتدخلوا من جهة، والعراق صار مثل الساحل لتصفية الحسابات فيما بين كل الدول. نعم. والعراق صافن، والشعب العراقي يدفع الثمن غالي عبر سياسة حقيقية ما موجودة، سياسة كذابة وابتعدت عن واقع المألوف. طيب. الحقيقي الذي يترقب الشعب العراقي. نعم.